مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية لرواد الأعمال. وكما عودناكم في كل حلقة بأن صديف رجل مميزا ومن زاوية رجال الأعمال الأكثر تميزا، رحبوا معي بأستاذ محمد المغربي، صاحب ومؤسس رويال كراون موبايل فونز. بداية أسعد الله أوقاتك حبيبي، أهلا وسهلا فيك. الله يخليك أستاذ محمد. في البداية حابين نتعرف عليك أكثر ونعرف السادة المشاهدين عن بدايتك المهنية في دولة الإمارات، وكيف جت لك فكرة تأسيس المشروع؟ أول شيء معكم محمد المغربي من لبنان. أهلا وسهلا فيك. أنا في الإمارات من تقريبا 11 سنة. بلشت موظف بمحل موبايلات، اشتغلت فيه لمدة 9 سنوات، والحمد لله الله أكرمني وفتحت محلي الخاص. مشروعنا مثل ما لك شايف مشروع موبايلات اللي هلأ أكثر شيء مطلوب. بس أستاذ محمد، حابين نعرف شو الأشياء اللي أنت عم بتوفرها هون في رويال كراون موبايل فونز للناس؟ بالمبدأ كل شيء، أكسسوار البراندات العالية من أفخم الشركات، مستعمل، موبايلات مستعملة، جديد، تصليح جميع الأشياء مثل كمبيوتر، لابتوب، تليفونات، سامسونج، آيفون، أوبو، كل. يعني في قسم للصيانة في طبعًا المحل أيضاً. طبعاً طبعاً. ومتميز بشغلة إنه نحنا بنعمل سيرفيس سريع، يعني مثلاً جبت لي الموبايل ما بلك تروح لعندي تعال لعندي بعد يومين ثلاث أيام، لا مثلاً ممكن خلال نص ساعة أكون مخلص لك كل شيء إن شاء الله. حابين نعرف الكواليتي والأسعار اللي أنت عم توفرها للسوق. طبعاً أكيد فينا أسعارنا، نحنا أسعار تقريباً مثل أسعار الجملة، مثل الكيبلز مثلاً، الكيبلز عنا نبلش من 15 لـ30 درهم. جميل. الباور بانكس من 50 لـ70-80 درهم. الموبايلات طبعا تعرف الموبايل الجديد اسعاره نحن اقل منكم من الشركات الكبيره. وايضا من الاشياء المتميزه عنا فرع الصيانه من هاردوير، سوفتوير، تجديد باكات، تغيير جلاسات لكل انواع الاجهزه، سامسونج، ايفون، كل شيء. وطبعا نحن نتميز بشغله واحده بالكواليتي تبع الشاشات اللي بنجيبها، اللي هي بتكون هاي كواليتي، او ممكن اذا حتى كان في كوبي تكون الهاي كوبي، بس دائما احنا بنحب دائما نجيب الاشياء الاصلي او العاليه الجوده. جميل جدا. استاذ محمد كرجل اعمال، حابين نعرف النظره المستقبليه لك. ان شاء الله يا رب، بدي يا رب بدنا نكبر اسمنا باذن الله. أكيد. نبلش من مكان لمكان، يعني بدي الله. اعمل كل بكل منطقه في دبي مثل الجي في سي، بكل منطقه بدنا نعمل ان شاء الله افرع جديد، الله يصير يا رب ممكن يصير اسم عالمي باذن الله. اكيد بنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله الطموح موجود. شكراً. وباذن الله بتنجح. شكراً. وما بشوف بس في دبي، في جميع الامارات شاء باذن الله. استاذ محمد، احنا عايشين في بلد الامن والامان دوله الامارات. طبعا طبعا. الله يحفظ الامارات وشيوخ الامارات، والله يديم الامن والامان. اللهم امين يا رب. عن جد شكرا لدوله الامارات، شكرا لشعب الامارات، شكرا للوافدين بالامارات، لكل حد على هيدي الارض الطيبه ان شاء الله. الله يخليك، شكرا كثير لرسالتك الجميله، واكيد بنتمنى دوام نعمه الامن والامان. أمين. والله يطول في اعمار شيوخ الدوله. امين. قبل ما اختم البرنامج، حابب اعرف الموقع الجغرافي لرويال كراون. نحن موقعنا جدا سهل ومتميز بعد. نحن بقريه جميره الدائريه اللي بتبعد عن شارع حصه 5 دقائق، شارع محمد بن زايد 10 دقائق، وشارع شيخ زايد تقريبا ربع ساعه. تمام. موقعنا في بناية الرويال، شوب رقم 5. بنفتح كل يوم من الساعة 10 للساعة 10 في المساء. مشاهدينا الكرام، أرقام التواصل والموقع الجغرافي أسفل الشاشة. أستاذ محمد، شكرا كثير لاستضافتك، وبنتمنى لك التوفيق والنجاح. شكرا لك. مشاهدي الكرام، وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.